بسم الله الرحمن الرحيم. أنت شنو بعدك تصلي؟ شوف هاي لابسة عباية، لا تكون معقد، خل نتونس. هاي البنت قديمة لحد الآن ما تخلي مكياج. سمعون هاي العبارات؟ هواي من الناس يستخدموها ويحاربون بها المؤمنين، يحاول يهون الحرام بعينه ويستهزئ به لأن هو بعده ملتزم. شنو أنت بعدك تصلي؟ شنو هاي الطالبة لابسة عباية؟ شنو هاي ما تخلي مكياج؟ شنو هذا ما يسمع أغاني؟ شو معقد هذا؟ هاي العبارات إيش قد يستخدموها بالكلية وخارج الكلية حتى يأذون المؤمنين، حتى يأذون الملتزمين. أهل البيت تدرون هذول اللي يستخدمون هاي العبارات، أهل البيت يسموهم الصدود. تدرون شنو يعني الصدود؟ تعالوا سمعوا رواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه، قال بيوم القيامة يأتي نداء، الناس كلهم مجموعين، النداء شو يقول؟ يقول أين الصدود لأوليائي؟ وين هم الصدود لأوليائي؟ فيقوم عنق من الناس، يقومون مجموعة، هذول اللي أنت شنو شو معقد؟ أنت بعدك الصلي، يستهزئون كانوا بالمؤمنين، يقومون فيقوم عنق من الناس وليس على وجوههم لحم، على وجوههم ماكو لحم. منو هذول؟ فيأتي النداء، هؤلاء الذين كانوا يؤذون المؤمنين ويعنفونهم في دينهم لأنهم مؤمنين، جاي أذوهم، جاي جرحوهم، جاي يستهزئون بهم، فيؤمر بهم إلى جهنم. فمصيرهم هواية خطر، هواية خطر. فكون ندير بالنا أولا كمؤمن ما أتأثر بهذا الكلام، أو ذاك الطرف كن يبتعد عن هذا الكلام ولا يؤذي غيره ولا يستهزئ بغيره. يا أحبتي